الو كوثر شلونك؟ لك انت تتصل عقب اللي سويته؟ كوثر انا لازم اشوفك، لازم اشرح لك اللي صار. لو بتقعد تشرح لي مني للسنة الجايه ما راح اصدقك. انا اصلا الحين مو مصدقه اللي شفته. انا ادري انك من صدمه، بس ترى انا مصدوم باللي صار اكثر منك. راشد اللي بيننا انتهى وما ابي اسمع صوتك مره ثانيه. مو قبل ما اشرح لك اللي صار. ما ابي اسمع اي مبررات، ولو سمحت لا تتصل فيني مره ثانيه. بعد ما تعشيتها وخليتيه يدير غرفتك؟ اي قلت له التكييف خربان وابيك تصلحه. وبعدين؟ دخل الغرفه عشان يصلحه. وين؟ الفلتر مسكر هذا. هذا لازم زين. هذا مسكر الفلتر عشان تشيل هواء حار. خليني اجيب السلم عشان انظف لك. لا 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 انا راح اجيب السلم، خليك انت هني. اوكي. اعطني اياها لك خليك. تفضل. شكرا. صبر شوي، لا تشكين شيء. انت شايبك هني؟ ايش تبي بعد؟ انا جاي اقول لك على الحقيقه، وادري انك ما راح تصدقينها. ما له داعي تقول اصلا، كافي اللي شفته. انت ما شفتي شيء. تذكرين ان ملابسي كانت كلها تراب لما طلعت من غرفه مريم ولا لا؟ تذكري